الواد التقيل ده. يا واد يا ده انا بالي طويل وانت انت عاجبني بس يا ابني تتعبني علشان عمرك ما هتغلبني يا 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 وادي يا تقيل يا وادي يا تقيل يا مشيبني كده ويمشي ازاي كده كده والضحكة ازاي كده ويقف ويقول انا هو انا تمثال رمسيس التاني يا 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 وادي يا تقيل يا 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 وادي يا سيبني. يلا بسرعة جدا كلمونا يا جماعة علشان تلحقوا توصلوا معانا دلوقتي حالا على الهوا مباشرة صح كده؟ نركز بقى بسرعة وتلات مرارير بس عشان تلحقوا توصلوا معانا دلوقتي على الهوا. تلات مرات بدل ما تكلمونا كتير هتكلمونا تلات مرارير. صح 90,000 دولار والموضوع بقى سهل دلوقتي. موضوع بقى ليه صوتك دلوقتي خالص. طب عندي صوت يا عم. أيوة كده. بعدين. مالك قرفان ليه؟ لا مفيش مش فاضي. مش فاضي ليه؟ ما الجاي ليه؟ يعني جاي كده شوية وماشي. جاي كده شوية وماشي؟ اه ده انت وراك شغل لازم تقول السؤال لازم تكسب حد الشفة اللي فوق ورمة يا ريت لو سمحتي لو سمحتي الشفة اللي فوق ورمة يا ريت كل ده يحصل بسرعة لأن ده مش فاضي أبدا كل الحاجات دي تحصل بسرعة؟ اه طبعا قول لهم يكلمونا بسرعة قول لهم ثلاث مرات بسرعة يا ريت تكلمونا 90,000 دولار بسرعة ثلاث مرات عشان الراجل عنده أردن مش فاضي أردن تصوير ألو السلام عليكم